بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مشاهدينا الكرام، متابعي قناة الهلال الفضائية وأصدقاء الموجة الأزرق، لكم التحية الصباحية مفعمة بالحب والحيوية، ومنياتي لكم بيوم سعيد، وأكيد يعني حلقة جديدة من الموجة الأزرق اف ام. وفي يومنا السبت دائما بيكون يوم رياضي، وفيه طبعا اليوم الحديث عن موضوع مهم جدا هو قرعة دوري أبطال أفريقيا وكذلك الكونفدرالية، لك حركة أبطال أفريقيا وعلى فريق الهلال في بعد إجراء القرعة يوم الأمس الجمعة، وعصرا تعرف الجميع على أن الهلال سيقابل فريق فاسيل كنما، الفريق المعروف في إثيوبيا والفريق الصاعد بمستويات مميزة جدا في آخر الأعوام. وفي حالة فوز الهلال تخطي لفاسيل كنما الإثيوبي سيقابل إما فريق يانج أفريكا الشباب التنزاني من تنزانيا، أو ريفرس يونايتد النيجيري كفريق برضو معروف في نيجيريا. المريخ في المقابل سيقابل فريق الإكسبريس الأوغندي، وإذا فاز سيقابل زاناكو الزامبي أو سبورتينج بيساو من غينيا بيساو. في المقابل أهلي مروي سيقابل أطلع برا من جنوب السودان، وإذا فاز سيقابل في المرحلة القادمة جورماهي الكيني. وكذلك حي الوادي نيالا سيقابل فريق أهلي طرابلس الليبي، وإذا ما تخطاه سيقابل الدخيل الجيبوتي مستقبلا. واضح أن القرعة زي ما ذكر باشمهندس إبراهيم سليمان مدير الكرة في الهلال، قرعة جيدة متوازنة، لا نقول سهلة ولا صعبة، لكن فيها يعني فرق طموحة أكيد، وبالتالي الهلال يجب أن يكون مستعد لأبطال أفريقيا الذي سيلعب فيه طبعا فريق الهلال يوم 10 أو 11 أو 12 في إثيوبيا، ثم يعود في 17 أو 18 أو 19 في شهر سبتمبر يلعب مباراة الإياب. فاسيل كنما فريق مميز جدا، كتحية كمان لزميلنا سامي برهاني الإثيوبي الموجود معنا في القناة، وهو طبعا قال هذا الفريق من الفرق المتطورة جدا في إثيوبيا، وفريق يعني عنده قناة تلفزيونية خاصة بفاسيل كنما، وفريق بترعاه البلدية في غوندار المنطقة الموجود فيها فريق فاسيل كنما، رغم انه هو بيلعب مبارياته في بحر دار في الملعب المميز جدا اللي بيسع 60,000 مشجع، ملعب حديث اسس في عام 2012، وملعب ذو عشب ونجيل طبيعي. ده الملعب بيلعب فيه فاسيل كنما في بلده في اثيوبيا، بعيدا عن غوندار في بحر دار. وغوندار التي او بحر دار التي سيسافر لها الهلال هي تبعد 12 ساعه بالبص من اديس ابابا، وبالطائرة الساعة 45 دقيقة في طريقه للوصول ومقابلة طبعا فريق فاسيل كنما. طبعا رئيس البلدية في غوندار وهو المشرف على الفريق ملاو ملكامو، واحد من الناس المميزين جدا على مستوى المال والأعمال. وفترة الأخيرة فاسيل كنما تعاقد مع لاعبين، طبعا ما فاز بالدوري الإثيوبي حصل على 54 نقطة، فارق 13 نقطة عن الفريق المنافس فريق البن الأكثر جماهيرية طبعا في إثيوبيا، جمع 41 نقطة، وبعده كان ثالثا سان جورج. فريق فاسيل كان لو لاحظنا مستوياته في الدوري 2017 كان مركز سادس، 2018 كان مركز سابع، 2019 مركز ثالث، في 2020 كان متصدر لكن تم إلغاء الدوري، لا كان فيه تحديد لبطل ولا لنازل ولا هابط طبعا في الظروف الاستثنائية اللي مرت بها كل البلدان في الموسم الاستثنائي، ووقتها كان هو متصدر الدوري. جاء في 2021 حقق اللقب والدوري وبحسم كبير، 13 نقطة الفرق، لعب 24 مباراة، فاز في 16 لقاء، تعادل في 6 مباريات، وخسر مباراتين فقط في الدوري. هو طبعا فاز على البنو الإثيوبي ذهابا وإيابا، وكذلك فاز على سان جورج في أقوى مباريات الدوري الإثيوبي. هذا الفريق فاسيل كنما 2019 كان أول مشاركة له على مستوى الكونفدريشن كاب، أول مشاركة تاريخية، لعب مع عزم يونايتد التنزاني، وقتها كان حكم المباراة في إثيوبيا الصديق طريف الحكم السوداني المعروف، وحينها فاز بهدف بيازيد ميليلو في بحر دار، لكن لعب مباراة الإياب خسر 3-1، وترشح عزام في الدور التمهيدي وغادر فريق فاسيل كنما، وكان وقتها سجل الهدف الوحيد 3-1 في تنزانيا اللاعب مجيب قاسم، واحد من أشهر اللاعبين طبعا في فاسيل كنما. 2020 الفريق الإثيوبي فاسيل كنما، طبعا كنما دي النطق الصحيح لي وحسب ما قال زميلي سامي برهان، هو وقته طبعا فاسيل كينيميا لكن هو الصح بيقولوا كنما، يعني نضجوا كده في إثيوبيا. اللعب مع الاتحاد المنستيري ووقتها فاز 2-0 في تونس، ثم عاد وخسر 2 وفاز 2-1 في أديس أبابا، هو خسر 2-0 في تونس وفاز 2-1 في أديس، مستواه تطور يعني وغلب، لكن برضو ما ترشح، غادر
البطوله من الدوري التمهيدي وقتها كان سجل داغناشي وكذلك مجيب قاسم في تلك المباراه. الان هو تطور وصل الى انه يلعب في ابطال افريقيا سيقابل الهلال. حظه طبعا هو اوقعه مع فريق الهلال الفريق المميز على مستوى البطوله الافريقيه والدائم الحضور في المجموعات، وبالتالي مهمه فاس الكاس كرما اصعب اكيد من مهمه الهلال، لكن هذا لا يعني انه الهلال سيكون طريقه سالك امام فاس الكاس كرما، يبقى يحضر كثير لهذا الفريق. هذا الفريق في بعد فوزه بالدوري الاثيوبي استعد جدا لابطال افريقيا وعمل تسجيلات استثنائيه. سجل المهاجم النيجيري اوكيكي افولي مهاجم مميز جدا ولو سنوات بيلعب في الدوري الاثيوبي قادم من سيدا بونا عقد طبعا لمده عام، كذلك عبد الكريم واستاشاشيلو وميكيكي السماكي كل هؤلاء اللاعبين ضمهم الفريق. طبعا ميكيكي السماكي ده حارس مميز جدا فاز بالدوري الاثيوبي السوبر الاثيوبي، شارك من قبل ابطال افريقيا مع فرق اثيوبيا وهو حاصل على لقب الدوري الاثيوبي 7 مرات. هذا الحارس ميكيكي السماكي كحارس اضيفه الفتره الاخيره، كذلك ايضا لاعب كدير كوليبالي المدافع المالي الموجود في هذا الفريق. الفريق عنده بيزايت ميلو مجيب قاسم سرافيل داغناتشو كل اللاعبين موجودين واسماء مميزه في اثيوبيا معروفه في اثيوبيا، وبالتالي الفريق ليس الفريق السهل. الفريق طبعا بيرتدي اللون الاحمر الذي يتخلل اللون الابيض، الابيض يتخلل اللون الاحمر، شعاره قريب من شعار منتخب بيرو كده تقدر تقول يعني. عموما يعني اكيد الهلال طبعا اكبر مكانه واكبر قدرا من فريق فاس الكاس والفوارق كبيره، فريق يداوم المشاركه الاولى على مستوى الابطال، المشاركه الثالثه على مستوى الافريقيه مرتين كونفدراليه ومره ابطال، بالتالي لا يقارن بالهلال على مستوى التاريخ ابدا، لكن يبقى ايضا فريق محترم ومقدر عنده رعايات على مستوى عالي جدا من شركات ضخمه خارج اثيوبيا حتى، وبالتالي يجب على الهلال ان يضع هذا الفريق نصب الاعين وان يستعد له استعداد جيد حتى يتمكن من تخطي امنياتنا للهلال بالتوفيق. ايضا كذلك المريخ الذي سيقابل اكسبريس واهلي مرو الذي سيقابل اطلع برا وحي الوادي الذي سيقابل اهلي طرابلسي. موضوعنا دوري ابطال افريقيا والهلال الذي سيقابل فاس الكاس، لكن نبدا بدايه بلحن الصباح ثم نعود نواصل معكم مع تحيه خاصه للكاست الموجود معي بقياده زميلي العزيز الاستاذ جلال احمد وكذلك كامل الكامل مهيلم عبد الله واحمد عجيب وكذلك زميلنا سامي برهاني وزميلة إشراقة وبكر الحاد وكل الشباب الموجودين. صباح الخير عليكم.
طفل وهانت سنين الود عليه ولا المشاعر نسته سألين عليك شوق العيون لو لينا سلم وأنصر يا شوق سرى وما شاف ولا لا من عيون نادته سألين عليك كل العباد أجون منك والمشوق يوم ما تسير كان أحلى زاد لزول غياب أو حش اتنسى من الأخبار عليك مسيرة زاد كان عيش سألين عليك شوق العيون لو لينا سلم وأنصت يا شوق سرى وما شاف ولا لا من عيون نادته سألين عليك كل العباد حدونا منك والمشوق يوم ما تسير كان أحلى زاد لزو الغياب أو حشو اتنسى من الأخبار عليك سألين عليك كل العباد جون منك والمشوق يوم ما تسير كان أحلى دار لذو الغياب أو حشد اتنسى من الأخبار عليك مسيرة زاد تنعيش.